صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله مرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتعيين رئيس لجامعة البحرين، وذلك بناء على ترشيح مجلس أمناء جامعة البحرين وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيسا لجامعة البحرين، وتكون مدة رئاسته 4 سنوات.